السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم، هذا التلفاز من نوع بيلسون 19 بوصة بمشكل، سأوصله الآن بالكهرباء. على فكرة فهو يشتغل ب 12 فولت ومدموج فيه دي في دي، تلفاز ودي في دي. إذن لاحظوا يبقى يعطي هذا مود تيست هاد للشاشة، هذا الشاشة حينما تصلها يعني تغذية اوتوماتيكيا تعمل هاد المود تيست، اذ كان لا توجد يعني اشارات صورة، اشارات الـ LVDS داخل للشاشة او للتيكون، فان الشاشة تبقى على هذا الوضع مود تيست او وضع الاختبار. اذا بالنسبة للازرار، يوجدون ازرار يعني لا يستجيب، يبقى على هذا الوضع، لمبة حمراء والشاشة في وضع الاختبار. إذا هذا هو مشكل الجهاز لنكتشف، تابعوا. إذا عند فتحي للجهاز لاحظوا ماذا اكتشفت، هنا أثر للرطوبة قبالة هذا الاي سي، هذا محول دي سي إلى دي سي. أيضا هنا، إذا سأوصل الكهرباء. لاحظوا عند فحص الجهد، هذا محول دي سي الى دي سي، ياخذ 12 فولت. ها هي موجوده، المفروض هنا ان نجد جهد. لاحظوا غير موجود، موجود هذا الجهد ضعيف جدا. اذا لاحظوا المحول دي سي الى دي سي الثاني، الدخل 12 فولت والخرج لاحظوا تقريبا 5 فولت. إذن هنا موجودة 5 فولت، وعلى هذا الملف لاحظوا غير موجود جهد. أعتقد هذا هو سبب المشكل. إذن بالنسبة لهذا الآي سي، محول دي سي إلى دي سي، هنا الدخل 12 فولت وهنا الخرج، لاحظوا الخرج 5 فولت. إذن هذا شغال بالرغم من أنه موجود أثر للرطوبة هنا. عموما ما سأقوم به الآن هو إزالة هذه اللوحة هذه من مكانها، وأقوم بتنظيف وأشوف ما يمكنني يعني تعويضه. إذا أصدقائي تابعوا، إذا سأزيل هذه الملفات هذه لكي يسهل علي الشغل. إذن كما تلاحظون يوجد بعض المكونات يعني تأكلت بفعل الرطوبة، يعني مثل هنا اثنان من المكتفات سأقوم بتعويضهم. أيضا هذا المكتف وجب استبداله لأن أحد بينات، لاحظوا هنا بين أصبح يعني غير موجود تأكل، إذن وجب حتى هذا استبداله. حتى هنا هذه المقاومات وجب فحصهم. عموما
جيد. بالنسبة لهذه الحفرة هذه فهي نو كونيكت، غير متصلة، لقد تتبعتها وجدتها غير متصلة، فلهذا لا داعي يعني لتعويضها. عموما لقد عوضنا هذه المكتفات هذو. بالنسبة لهذه المقاومات سأقوم بفحصهم الآن. إذا نأخذ المالتيمتر هذه نشوف، إذا هذه 6.8 كيلو أوم كما هو مكتوب هنا. جيد، نشوف هذه مئة كيلو أوم، جيدة كما هو مكتوب. إذن هذه المقاومات جيدين. إذن جيد. الآن سأقوم بتركيب هذه الملفات هذه. جيد، الآن سأقوم بالتجريب. الآن سأوصل اللوحة ب 12 فولت. بسم الله، أخذ المالتيمتر، إذا نفحص نشوف. إذا هنا الدخل 12 فولت، الخارج إذا 1.8 فولت. جيد، الآن أصبح لدينا هنا خارج، في الأول كان لا. إذا نشوف الآي سي الآخر، هذا 5 فولت، والآخر الدخل 12 فولت، الخارج 5 فولت. جيد، الآن سأقوم بتوصيل اللوحة مع الشاشة ونشوف. إذا النتيجة، التلفاز الآن شغال كما تلاحظون. إذا هذا هو أصدقائي، الآن نصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم. لا تنسوني بالضغط على زر الإعجاب، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة، تحياتي لكم.